قصة حب لفتاة أحب فتاة بالكوفة، هو جميل وهي جميلة، أحب بعضهما أراد أن يتزوج بها، فمنع الإثنان، هي تريد وهو يريدها، لكن الأهل ما رضوا. هذا كثير اليوم، والله كثير اليوم، ساعة كاملة تكلمني واحدة، ساعة كاملة تحب لها واحد والأهل مراضين، أعطوني سبب، ما في سبب، مو من مواخذنا. طيب ما يصير فاسق فاجر، أعطوني أي شيء، رجل الحمد لله من متوسط في الناس، ما في. يقول قلبها لا تستطيع أن تنساه، قلت له خلاص انسي، خلاص اتق الله، الأهل مراضين، بس خلاص مو قادرة. تقول سنتين أفكر فيه اليوم أنساه، يا أختي الفاضل فكري بالقرآن، فكري بالجنة، وحاول فيها ساعة كاملة، أبدا ما استطاعت أن تستجيب. لكن تستطيع إذا أرادت، حب الله إذا دخل ينهي كل شيء. فإذا بها يوم من الأيام ملت الفتاة هذه الشابة، فأرسلت إليه رسالة، قالت له ما رأيك أن آتي إليك، إيش رأيك؟ خلاص ما في صبر، انتهى الصبر، ما رأيك أن آتي إليك؟ فأرسل إليها رسالة أخرى كتب فيها آية، إيش كتب؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فقط، ما كتب غيرها، أنا ما أخاف من الدنيا، لكن أخاف من يوم القيامة، أخاف من يوم التغابن. أخي الحبيب، كان موضوع حديثنا الليلة قصة حب، أنقل هذه القصص وهذه العبر لكل فتاة بدأت بهذه الحبائل، وبكل شاب غرته صورة، أو ضحكوا عليه بأغنية، أو غروه بفيديو كليب، أو خدعوه ببلوتوث. أرسل إليهم هذه القصص، عظهم وذكرهم، على الله أن يهدي بها قوما ربما كانوا غافلين.